قوات الامن اللي يدور اللؤلؤه بعد ان اعتذر الراي يعني وزير الداخليه، وكانت هناك اعتذارات رسميه عن قتل بعض المتظاهرين. واقع الامر ان ما حدث في دوار اللؤلؤ يعني هو كان مثابه مفاجاه لنا جميعا، خصوصا الاقتحام الذي تم مساء الامس. لكن يعني نريد ان نقف قليلا امام ما يحدث. يعني اولا المسيرات والمظاهرات في داخل البحرين مسموحه، ولكن على اساس قانوني ان يتم استخراج تراخيص لمثل هذه المسيرات، لكن ان يتم تحدي القانون وتحدي كل التصريحات الرسميه في هذا الموضوع، هذا يحدث نوع من الفوضى. وفعلا يعني سمعنا عن كثير من التجاوزات قام بها من اعتصموا في دوار اللؤلؤ، حيث قاموا في تعطيل حركه المرور وتفتيش، عملوا حواجز لتفتيش بعض السيارات. انا يعني اريد ان اعبر عن اسفي الشديد لما حدث. فعلا يعني مناظر مؤسفه جدا شاهدناها لم تعهدها البحرين من قبل، وهي قضية أن تكون هناك مسيرة تبدأ وتقول أن هناك مسيرة سلمية وليست عنيفة، ولكن نفاجأ بأن هناك سيوف وأسلحة بيضاء واستخدام الحجارة واستخدام الأسياخ واستخدام المولوتوف. يعني لا أعرف، مثل هذه الاتهامات تكررت في المشهدين المصري والتونسي للمتظاهرين بأنهم مسلحون ولديهم، ثم يثبت أن ذلك كله يعني غير صحيح. الآن وقد حصل ما حصل الليلة الماضية، كيف تتوقع انعكاسه على مقترحات الملك التي كان من المفترض أن تناقش للإصلاح؟ اليوم جمعية الوفاق انسحبت من البرلمان. طبعا يعني نتيجة الفوضى دائما لا يحمد عقباها. نحن نريد أن نؤكد على شيء مهم جدا، من يريد أن يتحدث باسم الشعب، يعني خرجت المسيرات في البداية تقول نريد إصلاح النظام، وهذا شعار جميل كان يجب أن نتوافق عليه جميعا أبناء البلد. لا يخفى عليكم أن البحرين منقسمة إلى طائفتين، وهناك تجاذب طائفي، مع الأسف أقول هذا الأمر، ونحن لا نرغب فيه ولا نريده أبدا. كان ينبغي أن يكون هناك توافق من أجل إصلاح النظام، كلنا نقر والجميع يقر، حتى الدولة تقر أن هناك أمور تحتاج إلى إصلاح، هناك فساد إداري وهناك فساد مالي وهناك بعض أنواع وصور الاستئثار بالثروة. ولكن أن يتم اختطاف الموضوع باسم الشعب بأكمله من قبل فئة معينة لا تريد أن تجلس مع أحد ولا تريد أن تنسق مع أحد، وتخرج دعاوى أننا نريد حقوق الشيعة، هذا أمر يجعل هناك توجس في الوطن ويعطل عملية الإصلاح التي نريدها جميعا. نحن نسعى بكل فئاتنا في البحرين إلى أن يكون هناك إصلاح، وكل نظام ليس بريئا من مظاهر الفساد ومظاهر التجارة. الآن سيد ناصر، ما هو تصورك للمخرج من هذه الأزمة، يعني بعد التعقيدات التي سببها التدخل الأمني والتعقيدات التي يعني سببها تأجيل جلسة مجلس الشورى للنظر في مقترحات الملك؟ أعتقد أن الحل لهذا الموضوع هو الحوار، ولابد من القوى السياسية المؤثرة في البلد أن تجتمع وتتنادى، وهناك دعوة الآن غير توجه لجميع هذه القوى أن نجلس جميعا على المستوى الشعبي والأهلي والجمعيات السياسية المؤثرة في البلد، يتداعى الحكماء من أجل أن نتدارك هذه الفتنة التي ليست في مصلحة البلد. أريد أن أنوه، نحن في البحرين الآن لسنا في ثورة مثل ما حدثت في مصر أو في تونس، الوضع منقسم في البلد، مثل ما هناك مسيرات موجودة في دوار اللؤلؤ هناك مسيرات تعم البحرين، وغدا أيضا ستخرج مسيرات أخرى. لا نريد أن نصل إلى درجة الصدام الأهلي الطائفي، نريد أن نحتوي الأمور، نريد أن الإصلاح في هذا المجتمع عن طريق الطرق والوسائل السلمية الدستورية. عندنا آليات، نحن دولة مؤسسات، عندنا مجلس تشريعي منتخب بطريقة مباشرة، عندنا آليات دستورية نستطيع أن نحكم فيها شرع الله ونحكم فيها عقل البشر الذي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا. التهور والاندفاع والخطاب المتطرف لن يقودنا إلا إلى حرق البلد وحرق المراحل، وهذا أمر لا يوافق عليه العقلاء في هذا البلد أيا كان انتمائه. شكرا جزيلا لك ناصر.